السلام عليكم، بونجور تو الموند، ومرحبا بكم معايا في قناتي لتعليم اللغة الفرنسية بطريقة سهلة وشفوية على بركة الله. أول حاجة نبدأ بها هو التعريف. جو مابيل ليلى، أنا اسمي ليلى، جي 20 عمري 20 سنة. الفرنسية ملي كنكونو كندويو على السن ديما كنربطو آخر لتر بكلمة أون اللي كتبدا بإن فويال، كنقولو 20 10 30 40 etc. هذا ما يسمى بلا ليزون. ثاني حاجة ممكن ندوزو ليها هي ليميتي، المهنة. جو سوي فام او فويي، انا ربة بيت. جو سوي اليف، انا تلميذ. جو سوي اتيديون، انا طالب. جو سوي اوفريي، انا عامل. جو سوي كوميرسون، انا تاجر. جو سوي فونكسيونير، انا موظف. ثالث حاجه هي للوزير، جيم لا ليكتور، احب القراءه. جيم فواياجي، احب السفر. جيم ايكوتي لا ميوزيك، احب الاستماع للموسيقى. بيان سور نقدر نقولو با مال دو شوز، جيم سورفي سور انترنيت، جيم ديسكوتي ايتترا. الدرس اللي غيكون اليوم ديالنا هو نفرق ما بين جو سوي اي جي. ملي كنقول جو سوي كنقصد انا، ومني كنقول جي يعني عندي. جو سوي ماروكا، انا مغربي. جي دي زامي، عندي اصدقاء. جو سوي اورو، انا سعيد. عندي جي ان فرير و اون سور، عندي اخ و اخت. غنختمو بواحد لو ديالوغ. بونجور، كومون تو تابيل؟ جو مابيل ليلى. اي توا؟ غافي ليلى. مو سي ايوب. انشانتي ايوب. تو كيل اج؟ جي 20 ans. اي توا؟ مو جي 24 ans. جو سوي كوميرسون. Moi, je suis étudiante.